بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. في هذا الفيديو نحاول نتكلم عن calculus of parametric equation و curve، calculus of curve defined by parametric equation، وحنتكلم عن التانجنت. في الفيديو ده بس حنتكلم عن التانجنت. لو أعطيت curve كيف تجيب التانجنت، كيف تجيب مثلا متى يكون التانجنت vertical، متى يكون التانجنت ايش horizontal. المشكلة لما تعطى لك الكيرف قد يعطى لك انه عند قيمة تي او عند قيمة الفاريبل البارامتر، او يمكن يكون معطى لك عند النقطة، بالتالي لازم تشيل قيمة التي، لانك عشان تجيب ايش الميل او السلوب لازم يكون عندك ايش قيمة التي. خلينا ابدا بايش ليكن تي مثلا ايش سي كيرف معرض بالمعادلات التالية، مثلا اكس مثلا x يساوي بنبدا زي كذا، اقول مثلا ايش عندي x، x يساوي x of t، وعندي y يساوي y of t. افترض انه قال لك مثلا اعطاك انه ممكن يعطيك هو نقطة مثلا c d، او انه مثلا النقطة ايش يعطيك؟ يعطيك مثلا t يساوي كم؟ t1 قيمة. اذا لو اعطاك نقطة بدك تعرف ال t، ايش قيمة التي اللي تعطيك هذه النقطة؟ لو اعطاك تي يبغالك ايش؟ تجيب النقطة. فمثلا لو هو اعطاك نقطة عشان تجيب قيمة التي تساوي سي بايش؟ بالاكس اوف تي، هذه معادلة، وتساوي دي بالايش؟ واي اوف تي، واوجد تي لحقق المعادلتين، يعني كانك تجيب التي لتحقق المعادلتين، واحتمالها تكون ايش؟ وطبعا ان شاء الله انه يكون ايش؟ يعني ما هي صعبة عادة. ثم اذا عرفت التي خلينا نقول انها تي 1. عشان تجيب الميل، الميل هو قيمة الواي برايم، الواي برايم هو دي واي باي دي اكس، معرفة كالتالي من التشين رول، ذيس از دي واي باي دي تي، لأنه هنا فاريبل تي، على دي اكس باي دي تي. وهنا نشترط شرط مهم، انه دي اكس باي دي تي لا تساوي ايش؟ لا تساوي صفر، واللي يكون ايش؟ فيرتيكال لاين. طبعا احنا يهمنا كمان انك ايش تعرف ما تكون هوريزونتال، ما تكون التانجنت لاين، هذا طبعا السلوب اوف ذا تانجنت لاين. اذا اعطاك طلعت السلوب حنقول انه ام مثلا هو ايش؟ دي واي باي دي اكس، طبعا عندما تي يساوي كم؟ تي 1، طلعته بام. المعادله تصير سهله حقيقه، انت عندك نقطه وعندك ميل، اذا المعادله هي واي ماينس دي يساوي ام في اكس ناقص ايش؟ سي، هذه معادله خط المستقيم او التانجنت لاين حقيقه. الآن لو بتتعرف انه التانجنت لاين متى يكون ايش؟ هوريزونتال، هوريزونتال متى؟ إذا كانت x prime of t لا تساوي صفر، المقام مو بصفر، and y prime of t يساوي كم؟ يساوي صفر. متى يكون vertical؟ vertical معناه انه المقام بصفر، x prime of t يساوي صفر and y prime of t لا يساوي صفر. أحيانا قد يكونوا الاثنين كلهم بصفر. في هذه الحالة تستخدم الليمت إلين تحصل على ناتج. إذا حصلت الناتج بعدد فهو هذا الأسلوب. إذا حصلت الناتج بصفر فهو horizontal line. إذا الناتج طلع من infinity minus infinity أو does not exist، إذا هو vertical ايش؟ vertical line. التانجنت لاين هي نقصد انه vertical line. طيب خليني أعطي أمثلة، أبدأ بأمثلة لنمسح ذا، وحبدأ بإيش؟ أعطي مثال مثالين، مثلا في مثال أعطي قيمة التي، وفي مثال آخر أعطيك النقطة، وأقول لك جيب لي إيش؟ جيب لي الميل، وبالتالي لازم تحسب إيش؟ قيمة التي اللي تعطيك إيش؟ النقطة. خلينا نعطي مثال، أعطي مثال سهل، خلينا نقول إنه find example one، نغير الهبل،
find an equation for the tangent line of the curve x usually t cube plus one y usually t to the 4 plus t at t equal to minus 1. هنا اعطى قيمة الt يبقى تجيب ايش؟ خلينا كمان نسألك متى يكون شو اسمه التانجنت لاين، متى يكون التانجنت لاين فيرتيكال، متى يكون التانجنت لاين ايش؟ هوريزونتال. إذا نبغى المعادلة عند تي ناقص واحد، ونبغى تقول لنا متى يكون التانجنت لاين في فيرتيكال ومتى يكون التانجنت لاين ايش؟ هوريزونتال. أولا عشان بما أنه أعطاني قيمة تي أجيب النقطة، فأجيب إكس أوف ماينس 1 هذا حيساوي ماينس 1 كيوب بلس 1 هذا حيعطيني 0. أجيب كمان في نفس الوقت واي في ماينس 1 هذا حيعطيني ماينس 1 تو ذا 4 بلس ماينس 1 هذا برضه حيعطيني 0. إذن هذا يؤدي لأن النقطة اللي أنا حشتغل عندها هي إيش؟ صفر وهي صفر. الآن نجيب إكس برايم أوف تي هذا ما هو إلا إيش؟ 3 تي سكوير. جيب واي برايم أوف تي هذا ما هو إلا إيش؟ 3 تي 3 4 لنمسح طبعا ما ادري هنا هذا 4 هذا ما هو ليش 4 تي كيوب بلس 1. اذا الان دي واي باي دي اكس ايش يساوي؟ واي برايم اوفر واي اذا 4 تي كيوب بلس 1 over 3t squared. إذا الآن الM مش هو هو dy by dx عندما t يساوي minus 1 عوض بال minus 1 هذا دي. إذن هنا minus 1 يصير minus minus 4 هذا minus 4 plus 1 over 3 هذا يساوي minus 1. إذن الميل عندي مكان ب minus 1 وعندي النقطة إذا الM يساوي minus 1 وعندي النقطة كام صفر صفر. إذن y minus 0 يساوي minus 1 في x minus 0 وهذا حيعطيني أن y يساوي كم؟ minus x. إذا معادلة التانجنت لاين إيش هو؟ y يساوي كم؟ minus x. خلينا أوريكم هذا رسمتها ورسمة المنحنى كمان الراهنة. طبعا مو ذا أول واحد هذا الرسم وهذا المنحنى. احنا قلنا ماينس ايش؟ اسف لا هذا مو الا هذا المنحنى هذا هو هذا اللاين واي يساوي ماينس اكس. الان لو ابغى اجيب ايش؟ فين الفيرتيكال؟ فين التانجنت لاين فيرتيكال؟ وفين التانجنت لاين ايش؟ هوريزونتال. حرجع حنضطر نمسح ذي لاني جبتها خلاص انا جبت السؤال الاولى فين التانجنت لاين يكون فيرتيكال؟ قلت هذه محتاجة بس بحتاج انه المشتق احتاج اللي هو دي واي باي دي اكس انا هكتبه مرة اخرى عندي دي واي باي دي اكس تساوي تشاين dy عندي هنا dy by dx تساوي y prime اللي هو 4t cube plus 1 over 3t square. إذا بجيب في horizontal والtangent line horizontal هذا معناه إنه ال y prime بصفر وال x prime مو بصفر. إذا هنا معناه 3 t cube plus 1 يساوي صفر هذا يؤدي إلى أنه إيش؟ 4 هذه ما هي 3 4 إذا هذا معناه أنه 4 t cube يساوي minus 1 هذا f and only f t cube يساوي minus 1 over 4 وهذا معناه أنه t يساوي the cube root
ماينس 1 اوفر 4، وهذا ما هو الا ماينس 1 على الكيوب روت للفور. اذا هذا عند هذه لو تاخذ تي بهذه القيمه يعطيك ايش؟ فيرتيكال تان ناين. فين الهوريزنت؟ طبعا لما تعوض بذا هنا في الاكس ما يعطيك صفر، اذا هذا هو فعلا هوريزنت. فين الفيرتيكال؟ فيرتيكال تانجنت لاين طبعا. هذا معناه انه ايش؟ باتم بالصفر اللي هو المقام هنا 3 تي سكوير يساوي صفر، هذا فندول اف تي يساوي كم؟ يساوي صفر. طبعا لو حطيت صفر الفوق ما الواي ما يطلع، الواي برايم ما يطلع بصفر. اذا هنا عندي هوريزونتال عند ايش؟ ماينس 1 اوفر ذا كيوب روت اوف 4، وعندي فيرتيكال عندما تي يساوي ايش؟ 0. خليني اروح اوريكم اياها على الرسمه. اذا انا هنا عندي الرسمه، حرسم الان الهوريزونتال، قلنا انه ايش؟ عند ايش؟ الكيوب روت. اذا هذا ماينس 1 اوفر، والله من كيف يكتبون كيوب روت؟ سكوير، لحظة خلوني اسوي ايش؟ ماينس، يا خليني اقول زي كذا يو 4 قفل تو ذا 1 اوفر ذا نوت. أو لا لا غلطان هنا يعني. بس انا ما عرفت اكتب، خليني نشوف. روت كيف يكتبها؟ روت ان والرقم يا حلو، روت ان والرقم. طيب اذا هذا ينكتب كيف؟ نعم هنا اذا هذا ما هو الا ايش؟ نص 1 اوفر روت 3 4 نعم تايم. انا لو بنرجع نشوف فين الفيرتيكال، الفيرتيكال هو عندما تي يساوي صفر. اذا حنرجع هنا نقول الفيرتيكال، هذا الاكزامبل عندما تي يساوي صفر، هذا اللي هو هنا. خليني اغير بس اللون، نحط مثلا ايش؟ اذا هذا عند ايش؟ عندما تي يساوي صفر، يعني عندما ايش؟ واحد وصفر، عند واحد وايش؟ وصفر. اذا التانجنت لاين هنا ايش؟ فيرتيكال. اذا هنا جبنا جاوبنا على ايش؟ على الاسئله. نرجع لهذا، خلينا نعطي مثال اخر. خلينا هذا احتاج حقيقه، خليني بس امسح ده. جرب مثال ثاني، وهنا دحين حاعطي ايش؟ نقطة، بدل ما اعطي تي حاعطي ايش؟ حاعطي نقطة. ايوه مثلا، مثلا هنا خلينا نقول انه ايش؟ التي يساوي خلينا نقول ايش؟ تي سكوير بلس 1، وهنا تي كيوب ماينس 40، وعند النقطة 5 وصفر. هنا أعطيتك النقطة وباك تجيب لي إيش؟
ايش قيمه ايش التي انت ايش تجيب لي مين انا ابغى تجيب لي ايش الايكويشن في التانجنت لاين كمان برضه راح نجاوب نفس السؤال فين التانجنت كونفيرت فين يكون ايش هوريزونتال ايضا اول شيء لازم تحتاج تعرف تجيب التي فايش تسوي تقول 5 تساوي تي سكوير بلس 1 وعندي المعادله الثانيه تي كيوب ماينس 4 تي يساوي 0 من هذه اقدر اقول تي سكوير يساوي 4 إذن تي يساوي كم زائد أو ناقص كم 2 هنا أقدر أخذ التي عامل المشترك تي سكوير ماينس 4 يساوي 0 إذن عندي التي يساوي 0 وعندي التي يساوي زائد أو ناقص 2 هذا الشيء المشترك شوفوا إذن عندي 2 هذا حيعطيني 5 عندي 2 هذا يصير 8 ناقص 8 0 عند ناقص 2 هذا برضه حيعطيني 5 عند ناقص 2 هذا حيصير ناقص 8 وهذا حيصير زائد 8 برضه 0 إذا هم عن تي وايش؟ عن تي يساوي 2 وتي ناقص 2. إذا أنا عندي هنا يا ولدي نقطتين أو مو نقطتين. تو فاليوز أوف تي كورسبوندينج تو بوينت ايش؟ 5 و 0. خليني أمسح بس وأكتب الكلام ده اللي قلته أنا. طبعا الصفر ما تنفع لأنه ما تخلي الثاني الإكس بايش؟ بخمسة. صح تخلي الواي بصفر لكن أنا ما تخلي الإكس بخمسة أنا أبغى كمان الإكس يكون بايش؟ بخمسة. خليني أرجع هنا وأقول إنه The point oh, 5 and 0 are is corresponding is corresponding bonding to t equal plus or minus what 2 إذن خلينا نحسب ال x prime 2 تي سهلة أحسب الواي برايم طبعاً كلها كثيرات كذا 3 تي تربيع ناقص 4 يعني كنا قريبا من الوصول أيضا دي واي باي دي إكس إيش يساوي 3 تي تربيع ناقص 4 على 2 تي الآن أبغى أجيب المين عندي نقطتين عندي تي يساوي 2 وتي يساوي إيش؟ ناقص 2 إذا نحول حبة هنا هذا محتاجه خليني أجي هنا وأقول إيش؟ إم يساوي dy by dx عندما t يساوي 2 هذا شو يعطيني؟ حط 2 2 تربيع 4 4 3 12 12 8 2 في 2 4 هذا اعطاني 2 اذا في هذه الحاله عندي المين وعندي النقطه 5 0 اذا y ناقص 0 ناقص 0 يساوي 2 في x ناقص 5 إذا y يساوي 2 x ناقص 10 هذا نرجع أحسب الام عندما t يساوي ناقص 2 dy على dx عندما t يساوي ناقص 2 ايش حيعطيني؟ ناقص 2 يعني 12 8 خلص 8 وهنا ناقص ايش؟ 4 هو ناقص 2 إذا again عندي الميل بناقص 2 والنقطة نفسها إذا y ناقص 0 ما عاد يحتاج ناقص 2 x ناقص 5 هذا حيعطيني y يساوي كم؟ ناقص 2 x زائد كم؟ زائد 10. إذا هذول التو تانجنت لاين عند النقطة 5 وايش؟ 5 وصفر. خليني أوريكم الرسمة. أعتقد إنه خليني أشيل ذا. أعتقد إنه ده هذا هو نعم. هذا الأول. هذا السلوب بوزيتيف. طبعا السلوب ايش؟ نيجاتيف. لأن هذا طبعا هذه النقطة كان 5 وايش؟ 5 0 طيب الآن خليني أرجع أشوف فين الهوريزنتال وفين ايش؟ وفين الفيرتيكال؟ فين اللاين هوريزنتال وفين اللاين فيرتيكال؟ ما عاد أحتاج دولة حقيقة هذه بدي أمسحها وأحتاج أخلي دي حقيقة حتى لو ما خليتها أعرفها لكن حرجع أكتبها فوق يكون هوريزونتال اول شيء خلينا نكتب الشيء دي واي هنا دي واي باي دي اكس كانت تساوي مشتقه الواي 3 تي تربيع ناقص 4 مشتقه الاكس 2 تي
هلا متى يكون هوريزنتال؟ زنتر تانجنت لاين لما يكون الواي بالصفر، الواي برايم بالصفر، إذا ثلاثة تي تربيع ناقص أربعة يساوي صفر، هذا اف اندول لاف تي سكوير تساوي أربعة على ثلاثة، وهذا اف اندول لاف تي يساوي زائد أو ناقص اثنين على جذر ثلاثة. عندي نقطتين تعطيني ايش؟ طبعا لو عوضت باي واحد منهم في المقام ما يعطيك صفر، اذا هذا هوريزونتال. متى يكون فيرتيكال؟ تانجنت لاين لما يكون اثنين تي يساوي صفر، هذا اف اندول اف تي يساوي كم؟ يساوي صفر. طبعا عوضت بالصفر حيعطيك فوق ناقص اربعة، اذا هذا فعلا هنا متى يكون ايش؟ فيرتيكال، وهنا متى يكون ايش؟ هوريزونتال. خلينا نشوف رسمتهم. أول شيء خلينا نشوف إيش هذا، شوف هذا هو الهوريزونتال وهذا الهوريزونتال الثاني وهذا الفيرتيكال. إذا هنا عند تي يساوي صفر وعند تي يساوي ناقص اثنين على جذر ثلاثة والإف تي يساوي زائد اثنين على جذر ثلاثة. إذا هذا إيش؟ فين الهوريزونتال؟ هذا هوريزونتال، هذا هوريزونتال، هذا عند تي يساوي ناقص اثنين على جذر ثلاثة، وهذا عند تي يساوي جذر اثنين على ثلاثة، وهذا عند تي يساوي صفر، عندي ايش؟ فيرتيكال. خلينا ناخذ مثال اخير نشرح فيه، طبعا هذا كان مثال 2، نشرح فيه مثلا ايش؟ لكن عشان نجيب ايش مثال مختلف يعني، كل ما هذا كان كثير حدود، خلينا نجيب مثال ليش؟ مثلا ايش؟ تريجونومتريك فانكشن. نجيب الميل ونبغى كمان تجيب ايش؟ متى يكون فيرتيكال ومتى يكون ايش؟ هوريزونتال. طيب هذا مثال ثلاثة، هذا مثال ثلاثة. Find the equidistant line to the curve 2t minus pi sin t والy يساوي 2 minus pi cosine t at، خلينا نعطي نقطة 0 و 2. طيب أول شيء بعرف إيش هي التي اللي تعطيني صفر واثنين، فأنا أول شيء أحط صفر اللي هو الإكس يساوي الإكس 2t ماينس باي ساين تي، حلها مو سهل دي، فعشان كذا أخليها على جنب وأشوف الثانية 2 يساوي 2 ماينس باي كوساين تي، لا تنفجر أحيانا يكون كل حل سهل. اطرح اذا صفر يساوي ماينس باي كوساين تي، هذا اف اندور لاف كوساين تي يساوي صفر، وهذا اف اندور لاف متى الكوساين يساوي صفر، اي زاويه تقع على محورها تجعل الكوساين يساوي صفر. اذا عندي خيارات كثيره حقيقه، ممكن باي على اثنين، ممكن ثلاثه باي على اثنين. كيف اتاكد؟ اعوض هنا، لازم احقق لي المعادلتين، وممكن ناقص باي على اثنين، وممكن 5 باي على اثنين، زائد او ناقص حقيقة 5 باي على اثنين، وكان زي ما انت ماشي 7 باي على اثنين. الان انا اقول سينتمي انه هذا حيمشي وهذا حيمشي، هذا وهذا ما يمشون، اي شيء ثاني ما على اي شيء، اي عدد غير ايش؟ عدد فردي في باي على اثنين ما هي. غير الواحد والناقص واحد ما يمشي. حط مثلا لو الاكس بايش؟ بباي على اثنين، انا متاكد انه ذا بصفر، بس خلينا نشوف هل هذا بصفر. حط هنا يعطيني باي، حطه هنا يعطيك واحد، اذا ناقص باي، اذا صح هذا صح. لكن حط اكس يساوي 3 باي على 2 ما يجي، او حتى 5 باي على 2، لو حطيت 3 باي على 2 الاثنين تطير يبقى لك كم؟ 3 باي. لما تحط هنا 3 باي على 2 يعطيك ناقص واحد زايد باي، هذا يساوي 4 باي، هذا يساوي 0، اذا هذا مو حل. لكن حط اكس يساوي ناقص باي على 2
حيعطيك حل. ايش حيعطيك؟ ناقص بان. هنا حيعطيني ناقص واحد في زايد بان. هذا بصفر. لو حطيت 5 باء على 2 هذا حيطلع 5 باء، وهذا حيطلع ناقص باء يعني 4 باء. فبالتالي هنا معناه انه التي اللي ينفع هو ايش؟ زايد او ناقص باي على 2 فقط. الباقي كله ما راح، صح يمكن يخلي ذا بصفر، بس ما راح يخلي الاكس بايش؟ يمكن يخلي ذا باثنين، بس ما راح يخلي الاكس بكام؟ بصفر. اذا هم تي يساوي النقطة دي كورسبوندينج بايش؟ تي يساوي باي على 2، تي يساوي ناقص باي على 2. خليني امسح ذا كله. واقول ان النقطة صفر واثنين كورسبوندينج ليش؟ للتي يساوي زائد او ناقص باي على 2 دخل وقت صلاة العشاء. طيب اذا النقطة النقطة صفر صفر واثنين is corresponding one two t يساوي زايد او ناقص باي على اثنين. خلينا نجيب ايش؟ dy by dx dy by dx ايش يساوي؟ اشتق الواي، اشتقت الواي تعطيني ايش؟ مشتقت الواي الباي ساين، هذا باي ساين تي. ايش مشتقت الاكس؟ 2 ماينس باي كوساين ساين تي. طيب اذا انا عندي 2 ام، احاول اجيب الام. الان الام الاولى عندما dy by dx عندما t تساوي باي على 2 هذا حيعطيني، عوض باي على 2 هنا 1 يصير باي، البسط بباي، المقام حط باي على 2 هنا 0 بس في 2 2 باي على 2، وبالتالي تصبح المعادلة النقطة 0 2 y يساوي باي على 2 في x أصلا ناقص 2 هنا في x ناقص 0. وبالتالي y يساوي باي على 2 x زائد 2. الإمة الثانية dy by dx عندما t تساوي ناقص باي على 2، وهذا حيعطيني حط ناقص باي على 2 يعطيك ناقص هنا ناقص باي، وتحت في الكوساين كوساين باي ناقص باي على 2 بصفر، إذا ناقص 2، وبالتالي يصبح y ناقص 2 يساوي ناقص باي على 2 مضروب في x. إذا y يساوي ناقص باي على 2 x زائد 2. إذا هذا أنا ايش؟ التانجنت لاين باي x زائد 2 وناقص باي على 2 x زائد 2. أنا بقول الرسمة أشيل ذا كله. هذه الرسمة عند الصفر الاثنين هذه هي في نقطتين في منحنى كروس السيرف. الاول هذا الاول البوزيتيف وهذا النيجاتيف. الان بنحدد فين الاكس ايش؟ فين التانجنت لاين هوريزونتال وفين التانجنت لاين از ايش؟ از فيرتيكال. طيب خلينا نرجع هنا، خلينا نشوف هنا حمسح دولة عندي محتاج دي، انا حمس احدا حجي هنا حقول فين هو فيرتيكال، حجي هنا هوريزونتال. خلينا نبدا بالهوريزونتال.
اذا horizontal tangent line معناه انه ايش البسط بالصفر والمقام بايش لا يساوي. اذا معناه انه باي ساين تي يساوي صفر، هذا اف اندول لاف ساين تي يساوي صفر، وهذا اف اندول لاف الزاوية تقع على محور اكس، اذا تي يساوي كم؟ ان باي، والان ينتمي لايش؟ الى الزي، يعني الصفر باي 2 باي 3 باي 4 باي او ناقص باي ناقص 2 باي ناقص 3 باي ناقص 5 باي انت ايش 4 باي ناقص 5 باي. اذا اي شيء هذا يعطيني ايش؟ هوريزونتال. لاحظ لو عوضت بان باي هنا هذا يكون موجب يكون سالب، يعني يكون سالب واحد يكون موجب، وبالتالي حتحصل ايش؟ ان ناقص باي او ان زائد باي، وبالتالي ما هو بصفر. متى يكون فيرتيكال؟ فيرتيكال تانجنت لاين متى؟ لما يكون اثنين ماينس باي كوساين تي يساوي صفر، هذا اف اندول اف باي كوساين تي يساوي اثنين، هذا اف اندول اف كوساين تي يساوي كم؟ اثنين على باي، وبالتالي هذا اف اندول اف تي يساوي كوساين انفرس 2 على باي، وايضا حيكون ايش؟ ناقص كوساين انفرس 2 على باي. اذا عندي نقطتين حيعطوني ايش؟ فيرتيكال، وعندي عدد لا نهائي من النقاط حيعطيني ايش؟ هوريزونتال. لنشوف طبعا فيرتيكال هذا هوريزونتال، هذا واحد من هوريزونتال، طبعا هذا عند ايش؟ 2 باي، وايضا كمان هذا هوريزونتال اللي هو عند تي يساوي صفر، طبعا هذا عند تي يساوي باي، وكمان في واحد عند تي يساوي ايش؟ في واحد كمان هنا هذا الفيرتيكال، هذا الفيرتيكال الثاني، لا 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 هذا الفيرتيكال الثاني، إذا جبنا هوريزونتال كمان حتى يعني أقدر أجيب حقيقة تي يساوي مثلا ماينس باي، خليني هنا أجيب سيت أي ماينس باي، خليه مثلا من ايش؟ خلاص نشوف هذا هو، خليني بس أحدد له ايش؟ خله من ناقص ناقص 8 عشان بس ما يبان كبير، الين مثلا ناقص 5، خليني اغير لون، خلي مثلا ايش الاخضر، ما هو باين، ناقص 10 الين ناقص 2، اذا هذا هو. هذا كله بيعطوك هوريزونتال، هوريزونتال كثيرة، لأن لو مديت الجراف في كل في الاتجاهين اتجاه اكس موجب فكل شوية حيطلع لك ايش هوريزونتال، كل عندي باي حيطلع لك ايش؟ التي طبعا. إذا هنا جبنا أنا كل ايش؟ الفيرتيكال والاسمتوت، الفيرتيكال والهوريزونتال تانجنت لاين. سي يو سون.